الشيخة تراكس تثير ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب المثلية الجنسية. أثارت الشيخة فاطمة الزهراء تراكس ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أحدث ظهور لها وهي ترتدي فستانا بألوان مثلية. وظهرت الشيخة تراكس في أحدث صور قامت بنشرهم على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وهي ترتدي فستانا يحمل ألوان المثلية الجنسية، وأرفقتها بتعليق وقالت تراكس في تدوينتها هل من عشاق قوس قزح، وأرفقت التدوينة بعلامة المثلية. وعرف منشور تراكس هجوما كبيرا من قبل رواد السوشيال ميديا الذين أعربوا عن غضبهم الشديد من هذه التصرفات التي اعتبروا أنها تساهم في التشجيع على إعلان المثلية بدون احترام تقاليد المجتمع. وسبق أن أكدت الشيخة تراكس على أنها لا تهتم بالانتقادات التي تصلها على مواقع التواصل الاجتماعي عكس الانتقادات الموجهة لها وجها لوجه. وقالت تراكس إليك الانتقاد غير في التعاليق ولا في التليفون، ينتقد كيف ما بغى ويكتب اللي يعجبه ويقول اللي يعجبه، ولكن نهار نتلاقاه ويقول شي حاجة هكا ولا هكا يدبر راسه غنصيفتو يغرز. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.